معنا على الهاتف عضو مجلس إدارة نادي أسوان، أيضا اللي كان ممثل نادي أسوان في هذه التفاوضات، الأستاذ تامر بونتو، عضو مجلس إدارة نادي أسوان والمشرف على أكاديميات الكرة بأسوان. يا أستاذ تامر، أهلا بيك. أهلا بيك يا سوبرفايزر، حضرتك عامل إيه؟ أهلا بيك، تحياتي وتحياتي للأستاذ حامد عز الدين. أهلا بيك يا أستاذ حامد عز الدين، أنا سعيد بسمع صوتكم والله. ربنا يخليك. أهلا بيك. مصطفى البدري، مين مصطفى البدري بالظبط؟ حاوي أسوان، مهاجم أسوان. حاوي أسوان، حاوي أسوان، للدرجة دي يعني موهبته عالية؟ جوهر يا فندم، صدقني ربنا يعلم يعني يعني ده أكبر من السن، إمكانياته أكبر من السن فوق ما تتخيل. مواليد 98 هو مش كده؟ بالظبط يا فندم، مواليد 98، من ناشئين نادي أسوان. من ناشئين النادي، هو من ابن أسوان برضه مش كده؟ أه يا فندم، من كومبو. من كومومبو. قول لي اتفضل. المفاوضات مشيت ازاي بقى؟ والله يعني اكيد احنا بنتعامل مع مؤسسه محترمه زي النادي الاهلي، ما 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 مشيت بقمه الاحترام وقمه الالتزام في كل حاجه. يعني مجهود جبار جنبي الكابتن عادل القيعي صراحه، وكل له كل احترام. زي ما انت حضرتك قلت من شويه، يعني طول ما في الاستاذ عادل القيعي وبعد كده كمل الاستاذ محمد فضل، يعني الامور ماشيه في سياق محترم، ويعني يعني قمه الالتزام والاحترام في المعامله في الكلام وفي كل حاجه بقى. يعني ابتدى معانا كابتن عادل القيعي اتصال بنائب رئيس النادي كابتن مجدي سبالك، وتم علم بكل التفاصيل رئيس النادي سياده اللواء احمد سليمان وبالمجلس بالاجماع، والامور مش سهله يعني، واي تعامل مع النادي الاهلي يبقى سهل في مرونة في احترام يا فندم. كان عندكم عروض من أندية تانية؟ نعم نعم، كان عندنا عروض، بس احنا التزامنا بالكلمة ده اللي ما ينفعش احنا كأسوانيين طبعا نقول كلمة ونرجع فيها يا فندم. وموقف مصطفى كان ايه؟ رغبته النادي الأهلي لا شك، ما تكذبش عليك، يعني برضو من الحاجات اللي يعني اللي خلتنا نبص على يعني مصلحة النادي ومصلحة اللعيب. رغبته كان ايه؟ صوته يلعب في النادي الاهلي وعرض من سموحه وعرض من الزمالك، فاهم ازاي؟ يعني برضه احنا برضه قلنا يعني نمشي المصلحتين في خطين متوازيين، مصلحه النادي ومصلحه اللعيب. كان عندك عرض من الزمالك وعرض من سموحه وعرض من الاهلي. بالظبط يا فندم، ورغبه اللعيب يعني يعني اذا قلت عندك مصلحه النادي مشيت موازيه مع مصلحه اللعيب يعني. طبعا طبعا. رغبته كانت انه يلعب في النادي الاهلي يعني. تسلم الاهلي الاستغناء مش كده؟ بالفعل بالفعل، واحنا تسلمنا كامل مستحقاتنا بالكامل. واللاعب وقع 5 سنين. 5 سنين بالفعل يا فندم، يعني بامانه بجد احنا بنهدي يعني بنهدي مصر اولا وجماهير النادي خاصه جوهر اسمها مصطفى البدر. ان شاء الله. قول لي مصطفى مواليد 98، يعني بنتكلم في 20 سنه، بيلعب في الفريق الاول من امتى؟ بيلعب في الفريق الاول من عمره 20 سنه. كان انضم ايام بقاله كام سنة هو في الفريق الأول عندكم؟ بقاله سنة. بقاله سنة. ودي السنة الثانية. أنتوا كنتوا جايبينه من نادي تاني ولا هو مدرسة الكورة عندكم؟ لا هو كان من مدرسة من كومومبو، وكان انتقل لناشئين كومومبو في الفترة بتاعت أسامة عرابي لما كنا في الدوري الممتاز. برضه إدارة كيما، كانت إدارة محترمة يعني قدام النادي كيما. الموسم اللي كان فيه اسامه عرابي وكنا في الدوري الممتاز، لعب نص موسم مع اسامه عرابي في الدوري الممتاز، والموسم اللي فات بالكامل كده ليه سنتين فريق اول في الفريق الاول. هو صانع لعب ولا مهاجم صريح؟ صانع لعب، يعني بيحب يميل للطرف الشمال. في الشمال بس يعني 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 بامانه مش مجامله عشان انا ابننا، لا يعني احسن لعيب في مصر يعني 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 يلعب بالكرة ويجري بالكرة يعني شبه محمد صلاح في الجزئية بتاعت الموهبة دي يعني. إن شاء الله ربنا يوفقه ويكون إضافة كبيرة للأهلي والمنتخب بإذن الله. إن شاء الله، يعني ده واحنا نتمنى يعني برضه الأهلي يعني طول عمره بيدي يد العون لكل الأندية، ويعني يعني معاملة محترمة ومعاملة مميزة، والاتفاق تم بحذافيره، يعني بجد يعني ربنا يسهله يبقى نجم مصر ونجم النادي الأهلي، ويشرف بلده ويشرف ناديه ويشرف نفسه ان شاء الله. يعني خلينا نتكلم بواقعيه دي، يعني زي ما بيقولوا يعني طاقه القدر اتفتحت له، لازم يستغلها، لازم يفهم هو دلوقتي ايه، انتقل لمرحله ثانيه خالص يعني، فاهم ازاي؟ مرحله يعني يا يكون او لا يكون يعني. لا ان شاء الله يكون، ويكون في احسن حال باذن الله،
وتمنياتنا لاسوان بالتوفيق دايما ان شاء الله. استقبلوا في طموحه في النادي الاهلي مع ناس محترمه ومع ناس بتحافظ على لعبتها على ابنائها في كل حاجه. وانا سعيد ان استضفت حضرتك يا استاذ ابراهيم. شكرا شكرا جزيلا. استاذ محمد عز الدين ولكل المشاهدين ان شاء الله. شكرا للاستاذ تامر بونتو عضو مجلس اداره نادي اسوان.